ولمزيد من النقاش حول موضوع تعداد السكاني المرتقب معنا من عمان الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. اهلا ومرحبا بكم. الحديث عن تعداد سكاني شامل قد يجري في العام المقبل في العراق، هل يتناسب هذا الإجراء مع الظروف التي تمر بها البلاد؟ وما رأيك بصفة عامة في مثل هذا الإجراء؟ بالتأكيد العراق بأمس الحاجة إلى عملية إحصاء سكان، ولكن الظروف والعوامل التي يعيشها العراق منذ 2003 ولغاية اليوم لم تعطي أي شكل من أشكال البيئة الخصبة لإجراء مثل هكذا إحصاء، والعراق بأمس الحاجة له، خصوصا وأنه آخر إحصاء كان 1987، أي أن العراق 3 عقود مضت عليه ولم يتم أي شكل من أشكال الإحصاء الذي سيعطيه إمكانية في التنمية وكذلك أيضا دخل الفعل. أليست هذه المدة الزمنية طويلة بالنسبة للمدد المتاحة في كثير من الدول؟ بالعراق بصراحة الوضع الأمني السيء لغاية اليوم، هناك كثيرا من الظروف الغير طبيعية لمناطق كثيرة من السكان، خصوصا المناطق المتنازع عليها كما يسميها الأكراد. هذه المناطق تشهد عمليات تغيير ديموغرافي واضحة المعالم، إضافة إلى التدخل الإيراني في عمليات التغيير الديموغرافي في كثير من المناطق، منها إديالة، صلاح الدين، الموصل وغيرها. هذا أيضا يعطينا دلائل في عدم شفافية الإحصاء الذي سيتم. إضافة إلى عامل مهم جدا، وهو أن السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هناك شكل من أشكال التناغم مع مصالح الأكراد بصراحة قد يعطي إمكانية لحالة التزوير أو الانحياز الواضح لمصلحة الأكراد في مسألة تضخيم أعدادهم، خصوصا في مناطق مثل كركوك وكذلك أيضا في سهل نينوى أو الموصل. نعم. أو غيرها. هذه الأسباب أو السلبيات التي ذكرتها دكتور هي في الحقيقة جوهرية ومهمة، لكن دعنا نتحدث في واحدة منها، وعلى سبيل المثال الحديث عن مدن مدمرة، ملايين النازحين داخليا وخارجيا، ألا يكفي هذا من أجل إبطال أي نتيجة دقيقة لتعداد سكاني؟ بالتأكيد، ما زال لغاية الآن هناك أعداد كبيرة جدا ما زالوا نازحين خارج مدنهم وقراهم، ولذلك نلاحظ البيئة الموجودة حاليا بالعراق تعطي الإمكانية لحالة التزوير لصالح جهات معينة، وقد تتم عمليات مساومة حول المصالح الأساسية والأهداف الأساسية من عمليات الإحصاء، وهذا ما يترقب به خاصة الأكراد في كركوك. ونحن مقبلين على انتخابات لمجالس المحافظات، نلاحظ هناك إعطاء شكل من أشكال الضوء الأخضر من قبل الحكومة لحكومة إقليم كردستان في كركوك، نلاحظ سيأتي بحالة من الاختلاف السياسي والأزمات السياسية القادمة قد تتطور إلى حالات من المصادمات ذكرتم دكتور أن هذا التعداد قد يرسخ التغيير الديموغرافي الذي جرى في كثير من المناطق بعد العام 2003، كيف يكون ذلك؟ حقيقة هناك كثيرا من اللغط الذي يحصل في الشارع بوجود أعداد كبيرة جدا قدموا من خارج العراق يحملون جنسيات مختلفة، منها إيرانية أو باكستانية أو غيرها أو أفغانية، كلها سيتم عملية إحصاء وجودها وإعطائهم شكل من أشكال الوثائق أو الجنسية أو غير ذلك، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى خلق حالة من حالات الصراع والتفكك الاجتماعي الذي
تقوده حقيقة بشكل منظم قوى سياسية منحازة وولائها ليس للعراق. نعم دكتور، هل تسمعني دكتور؟ نعم. كيف يمكن أن تؤثر عملية التعداد السكاني على الأزمة الجارية الآن بين بغداد وأربيل حول ما يسمى المناطق المتنازع عليها؟ كلنا ندرك أن ما قام به السيد حيدر العبادي في أثناء حكومته في عملية إخراج القوات المسلحة الكردية المعروفة بالبيشمركة من هذه المناطق وتحرير كثيرا من المعابر الرسمية وغير الرسمية مع كل من إيران وكذلك أيضا مع تركيا من يد القوات المسلحة الكردية، هذه الإجراءات جاء السيد عادل عبد المهدي ليفكك أي شكل من أشكال المضامين الحقيقية التي كان يهدف إليها حكومة السيد العبادي، ومما أعطى الضوء الأخضر للأكراد حقيقة في عملية إرضاء لهم مقابل شيء خفي سيظهر لاحقا في اعتقادي بعد إجراء عمليات الإحصاء السكاني. نعم. وأعطاهم أكثر حتى من 17%. نعم. المقرر لهم في الموازنة 2019. شكرا لك دكتور صباح علو، وصلت الفكرة، كنت معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي.